On Inc. Channel to bring you an exhilarating report on the sighting of UFOs in the Earth's sky. It's a momentous and mysterious occasion in history. Witness these exclusive shots captured from around the world where we can see these strange objects soaring through our skies. السلام عليكم انا سونيك عاملين يا شباب ان شاء الله تكونوا بخير الصراحه انا اتحمست للفيلم اللي انا عملته ومستني هينزل امتى علشان اتفرج عليه واوعى تكون افتكرت ان ده اعلان لفيلم حقيقي مثلا ولا حاجه حرفيا كل الفيلم اللي انت شفته في اول الفيديو انا عملته عن طريق الصور دي بس اللي معروضه قدامك وحرفيا دي حاجه مجنونه وهو ده اللي هيبقى المستقبل عايز اقول لك ان الحلقه دي هتبقى دسمه جدا وخليك ان شاء الله تطلع بكميه معلومات ما كنتش تتخيلها ولو انت متابع جديد ومتعرفنيش واول مره تشوف الخلقه دي فأنا اسمي سونيك أكيد طبعا مش اسمي حقيقي بقدم محتوي تعليمي للذكاء الاصطناعي وبقولك على بعض الطرق والمعلومات اللي بتقدر تستغلها في الذكاء الاصطناعي عشان تقدر تشتغل بيها وتطلع من وراها فلوس وبرضه عشان تعرف تواكب العصر وتبقى فاهم الدنيا فيها ايه فلو انت مهتم بالمجال ده وحابب انك تعرف عنه اكتر فتابعني على القناه واعمل لي لايك وسبسكرايب لو تكرمت طبعا لو انت عايز تعمل فيلم سينمائي او اعلان لفيلم زال اتعرض في اول الفيديو الموضوع مش يختلف كتير عن الفيديو اللي فات اللي انا عملته بس المرحله دي هتبقى متقدمه شويه عن الفيديو اللي فات وعشان كده انت لازم تتفرج على الفيديو اللي فات عشان مهم جدا وبرده علشان ممكن بعض المعلومات تقع منك وما تبقاش فاهمها لو انت ما اتفرجتش عليه وفي برده معلومه خاصه بالقناه عندي وهو ان انا اغلب فيديوهاتي مرتبطه ببعض ولو انت عرفت تتفرج على الثلاث فيديوهات دول فالموضوع هيبقى افضل وافضل بالنسبه لك بس الاهمهم هو الفيديو اللي فات وهتلاقي ان جميع الفيديوهات دي موجوده تحت في ديسكريبشن او في الوصف وبما ان في ناس كتيره في الفيديو اللي فات كتبولي في كومنت انهم عايزين الطريقه اللي بتخلي الفيديو يبقى اكتر من 3 ثواني فانا هشرحها في الفيديو ده بناء على طلبكم بس قبل ما نبدا شرح حابب ان اشكركم كلكم واحد واحد على كل التعليقات الجميله والحلوه اللي انتوا بعتها لي والله انا مبسوط جدا بكل التعليقات الجميله دي وبجد شكرا جدا من كل قلبي ويلا بينا على الشرح زي ما انا قلت من شويه ان الطريقه دي مش هتبقى مختلفه عن الفيديو اللي فات ولكن هتبقى مختلفه في بعض الحاجات البسيطه ولكن هتفرق جدا معاك والفيديو ده عشان اقدر اعمله عديت عليه بكذا مرحله وهم واحد تخيل شكل المشاهد الفيلم اثنين تحويل مشاهد الفيلم الى صور 3 تحويل الصور الى فيديو 4 تحسين جوده الفيديو مع ازاله العلامه المائيه 5 عمل مونتاج مع اضافه تاثيرات صوتيه اللي هي الساوند افكت عايز اقول لك بس انه نبدا شرح باول مرحله ان جميع الادوات اللي احنا هنستخدمها خلال الفيديو ده هتلاقيها كلها موجوده تحت في الديسكريبشن او في الوصف ويلا بينا على اول مرحله في حاله لو انت مش عندك افكار لمشاهد الفيلم نقدر نستخدم بعض المواقع اللي بالذكاء الاصطناعي عشان تتخيلنا شكل مشاهد الفيلم اللي احنا عايزينها وافضل موقعين يقدروا يتخيلوا لنا شكل مشاهد الفيلم هما شات جي بي تي وجوجل بارت ولكن انا بفضل الشات جي بي تي وانت ليك الحريه انك تستخدم الموقع اللي انت عايزه لو عندك موقع تاني او برنامج تاني عايز تستخدمه مفيش مشكله خالص هنفتح موقع بي او اي واللي هو عن طريقه بنقدر نستخدم الشات جي بي تحت هنا اكتب برومبت لعمل 10 مشاهد Thank mm -hmm. you. بالذكاء الاصطناعي ويجب ان يكون كل مشهد من هذه المشاهد لا يتعدى ثلاث ثواني والجزئيه دي مهمه جدا ولازم تكتبها عندك وهتلاقيني سايبها لك تحت في الوصف او في الديسكربشن عشان تاخدها كوبي على طول وبما ان انا الفيلم بتاعي بيتكلم عن الغزو الفضائي لكوكب الارض فهكتب له شكل المشاهد الفيلم اللي انا بتخيلها وهكتب له واريد فيلم قصير سينمائي يتكلم عن مخلوقات فضائيه تغزو كوكب الارض بالسفن الفضائيه وهكتب هنا بعض التفاصيل زياده انا عايزها تبقى موجوده عندي في مشاهد الفيلم وهكتب في الاخر واريد هذه المشاهد ان تكون باللغه العربيه والانجليزيه، وده بسبب لو انت مش افضل حاجه في اللغه الانجليزيه تبقى فاهم المشاهد بتتكلم عن ايه، وبعدين اضغط على انتر وزي ما انت شايف بدا انه يكتب لي شكل المشاهد اللي انا عايزها، والشات جي بي الصراحه كان كريم جدا معايا وبدل ما يكتب لي 10 مشاهد كتب لي 12 مشهد، ولو حصل معاك مشكله زي اللي حصلت معايا دلوقتي وهو انه بدل ما يكتب لك المشاهد باللغه العربيه واللغه الانجليزيه كتبها لك بالعربي فقط، في الحاله دي بتقدر بكل سهوله تقول له ترجمها الى اللغه الانجليزيه وبعد ما كتبلك المشاهد باللغه العربيه واللغه الانجليزيه هنكتب حاجه مهمه جدا وهي انك هتكتب له اكتب اسم المؤثرات الصوتيه لكل مشهد من هذه المشاهد باللغه العربيه والانجليزيه واضغط على انتر علشان هنستخدم الجزئية دي قدام في الفيديو وبكده احنا عملنا اول مرحلة بشكل ممتاز ويلا بينا على المرحلة بعديها واللي هي المرحلة التانية بما ان شات جي بي تي كتب لنا شكل المشاهد اللي احنا عايزينها فمحتاجين دلوقتي نحول شكل المشاهد دي الى صور حقيقية والصراحة في مواقع كتيرة جدا بالذكاء الاصطناعي تقدر تعمل الموضوع ده بكل سهولة بس انا بالنسبة لي افضل موقعين يقدروا انهم يقدموا ليك الخدمة دي بطريقة كويسة وبشكل احترافي هم موقع ليناردو اي اي وموقع بلاي جراوند اي اي والموقعين دول يعتبرونهم فري نوعا ما بس انا بصراحه بفضل موقع ليناردو اي اي وهنستخدمه في الفيديو ده وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنستخدم موقع بلاي جراوند لان هو يعتبر منافس قوي جدا لموقع ليناردو اي اي هنفتح موقع ليناردو اي اي وبعدين هنضغط على اي اي ايمج اول حاجه هنبدا بيها ان احنا هنختار عدد الصور اللي احنا عايزينها وهنختار اربع صور وبعدين هنضغط على اهم خيار وهو خيار الالكمي وخليك فاكر ان الخيار الالكامي ده مسموح ليك انك تستخدمه خمس مرات بس في اليوم وعلشان تقدر تستخدم الطريقه دي اكتر من خمس مرات في اليوم وبلا حدود هنستخدم الطريقه اللي انا قلتلك عليها في الفيديو اللي فات واللي هي بتبقى عن طريق موقع تيم بميل وبعدين هنطلع فوق ونضغط هنا عشان نختار الموديل او الستايل بتاع الرسم اللي احنا عايزينه وبعدين هنضغط على اخر حاجه واللي هي سيليكت كاستم موديل وبعدين اضغط على بلاتفورم مودلز وزي ما انت شايف هتلاقي ان جميع المودلز او استيلات الرسم موجوده قدامك وهتختار من منهم ستايل اللي انت عايزه وبما ان عامل فيلم سينمائي فانا هختار موديل يكون اقرب للواقع والحقيقه والموديل اللي انا هختاره هو فوتو ريل لان الستايل الرسم بتاعه اقرب للواقع والحقيقه وبعدين هضغط عليه وبعدين اضغط على جنريت ويز ذس موديل عشان تبدا تستخدم الموديل ده وبعدين هننزل تحت شويه ونختار من هنا مقاس الصوره اللي احنا عايزينها لو انت عايز الفيديو بتاعك يكون بالطول علشان يتعرض في اليوتيوب شورتس او على ريلز انستجرام هتختار مقاس 9 16 ولو انت عايز الفيديو بتاعك يكون بالعرض هتختار مقاس 16 9 وده المقاس اللي انا هختاره ومن فوق هنا هنحط البرومت بتاعنا واللي احنا هنجيبه من مشاهد اللي احنا عملناها على الشات جي بي تي من شويه وهنبدا ناخد مشهد مشهد من احنا عملناهم كوبي وهنعمل بيست في خانه البرومت وبعدين هنضغط على جنريت عشان يبدا يعمل لنا عمليه صناعه الصور واللي هتاخد معاه تقريبا ثواني وبعد ما نخلص عمليه صناعه الصور هنضغط على الصوره اللي احنا عايزينها وزي ما انت شايف هتلاقي ان الصوره او الصور دقتها عاليه جدا ولكن احنا نقدر نرفع جوده الصوره ونخليها سموز اكتر وعشان تقدر تعمل كده هنضغط على الخيار ده اللي اسمه الكامي سموز اب سكيل ولو انت لاحظت قبل ما نضغط على الخيار ده بيقول لك هناخد منك خمسه توكنز من اصل التوكنز الموجودين معك. معاك بعد ما تضغط على الخيار ده هتقعد ثواني عقبال ما يحسن الصوره وبعد ما خلص عمليه تحسين الصوره ممكن ما تلاحظوا ان في فرق قبل وبعد التحسين وان الصوره هي هي وعايز اقول لك انك غلطان ولكن لو انت عملت زوم ان هتبدا تلاحظ الفرق الرهيب اللي بينهم زي ما انتم شايفين دلوقتي ومن هنا هتضغط على داونلود عشان تحمل الصوره ونصيحه مني ليك حاول انك تفعل الخيار اللي هو بتاع الكامي سموز اب سكيل على جميع الصور بتاعتك علشان هيفرق معانا جدا في جوده الفيديو اللي احنا هنعمله وطبعا العمليات دي كلها هتبدا تطبقها على جميع المشاهد بتاعتك لحد ما تخلص من جميع المشاهد اللي انت عملتها وبكده احنا حولنا جميع المشاهد بتاعتنا الى صور باعلى دقه ممكنه ولكن برضو في مشكله في بعض الصور اللي بيصنعها الذكاء الاصطناعي ساعات بيبقى فيها بعض المشاكل وده شيء طبيعي جدا زي مثلا تلاقي اشكال غريبه على شكل مثلا نقاط او اشخاص مش عايزينه منهم يكونوا موجودين في الصوره والصراحه الموضوع ده بيبقى مستفز قوي وانت بتبقى في نفس الوقت مش عايز تمسح الصوره عشان الصوره بتبقى عاجباك ومش ضامن انك تعمل واحده زيها جديده وتكون خاليه تماما من الاخطاء وعايز اقول ان حل المشكله دي سهل جدا ان شاء الله عشان نقدر نحل المشكله دي هنستخدم موقع اسمه فوتوبيا الموقع ده اونلاين ومجاني تماما وهو موقع متخصص لعمل اديت للصور او لتعديل الصور واعتقد ناس كتيره جدا عارفه الموقع ده هندخل على موقع فوتوبيا ويفتح معانا بالمنظر ده وعايز اقول لك تاني قبل ما نبدا هتلاقي ان جميع الروابط المواقع المستخدمه في الفيديو ده تحت في الديسكريبشن او في الوصف ولو انت بصيت تحت هتلاقي جميع صيغ الملفات اللي بيقدر موقع فوتوبيا يتعامل معاها بدون اي مشكله ومنها ملفات البي اس دي اللي هي صيغه الفوتوشوب دي وسكتش وبي دي اف وغيرها كتير والموضوع ده ممكن ميبقاش مهم ليكم ولكن انا بقولها للناس اللي هم مهتمين بالموضوع ده المهم هنضغط على اوبن فروم كمبيوتر عشان نختار الصوره اللي احنا عايزين نعدل عليها وانا مثلا هختار الصوره دي واول ما تفتح معانا الصوره بالمنظر ده هتلاقي ان البرنامج شبيه جدا بالفوتوشوب واكيد طبعا مش سارقين الديزاين بتاعهم من برنامج الفوتوشوب <applause> زي ما انتم شايفين كده هتلاقي ان في الصوره في شخصين واقفين تحت الطبق الطاير والشخصين دول انا مش عايزهم يكونوا موجودين عندي في الصوره في بقى هنا اداه هنستخدمها دي بتقدر انها تخفي الشخصين الواقفين دول من غير ما تبوظ الخلفيه الورانيه والاداه دي اسمها سبوت هيلينج براش تول وطبعا الناس اللي هم شغالين فوتوشوب اكيد يعرفوا الاداه دي كويس قوي وبعدين هنضغط عليها وزي ما انت شايف هتلاقي ان المؤشر الماوس اتحول بشكل الدائري ده ولكن في بعض الاختصارات البسيطه اللي انت لازم تبقى عارفها عشان هتفيدك جدا اثناء وانت بتشتغل على الاداه دي وهتسهل عليك عمليه الشغل علشان تقدر تعمل زوم ان او تقرب للصوره هتضغط على الت من الكيبورد زائد انك هتحرك بكره الماوس لقدام وهتلاقي ان الاختصار ده مكتوب قدامك على الشاشه ولو انت عايز تتحرك يمين او شمال او فوق او تحت هتضغط على المسطره اللي هي سبيس عندك من الكيبورد زائد انك هتضغط على كليك شمال اللي هو الليفت كليك من الماوس واثناء وانت ضاغط هتبدا تحرك الماوس في الاتجاه اللي انت عايزه ولو انت عايز تعمل زوم اوت هتقارن نفس العمليه اللي احنا عملناها من شويه ولكن بطريقه معاكسه وهو انك هتضغط على الت من الكيبورد زائد انك بدل ما تحرك البقره الماوس لقدام هتحركها لورا ولو انت عايز تكبر البرش او الفرشه دي هتضغط على الت من الكيبورد زائد انك هتضغط على كليك يمين اللي هو الرايت كليك واثناء وانت ضاغط هتحرك الماوس في الاتجاه اليمين وهتلاقي ان البراش او الفرشه ان حجمها بيكبر معاك ولو انت اتجهت في اتجاه الشمال هتلاقي ان البراش حجمها بيصغر معاك وبس كده على السريع دي كانت اهم اختصارات انت كنت لازم تبقى عارفها والاختصارات دي هتفيدك جدا عشان شغلك يكون دقيق ويكون نضيف في نفس الوقت خلينا دلوقتي نرجع للمشكله بتاعتنا وزي ما انت شايف هتلاقي ان في شخصين انا مش عايزهم يكونوا موجودين عندي في الصوره وعشان تشيل الشخصين دول بكل سهوله اتاكد انك انت ضاغط على خيار اللي اسمه سبوت هيلينج تول وبعدين هتضغط على كليك شمال من الماوس على الحاجه اللي انت عايز تحذفها او تعمل لها ازاله وتحدد عليها بالمنظر ده وبعد ما تحدد على المنطقه اللي انت عايز تعمل لها ازاله ارفع صباعك من على كليك شمال واستنى ثانيه او ثانيتين وي بس كده ولا كان كان في مشكله اصلا في الصوره ودي الصوره قبل وبعد ولو حصل معاك مشكله وعملت حاجه خطا اضغط على كنترول زد عشان ترجع خطوه لورا وعلشان تعمل تنزيل او تحميل الصوره هتضغط على فايل من فوق وبعدين اضغط على اكسبورت as وبعدين اختار الصيغه اللي انت عايزها انا مثلا هختار صيغه الجي بي جي والصوره هتنزل معاك على طول والطريقه دي هتستخدمها على جميع الصور اللي فيها مشاكل ويلا بينا على المرحله بعديها واللي هي المرحله الثالثه بما ان احنا دلوقتي صنعنا الصور وحلينا المشاكل اللي فيها فمحتاجين دلوقتي نحول الصور الثابته دي الى فيديو متحرك وافضل موقع بالذكاء الاصطناعي ومجانا تماما يقدر يساعدنا في الموضوع ده هو موقع بيكا لابس فهنفتح برنامج ديسكورد وبعدين نضغط هنا على بيكا لابس وبعدين اتاكد انك انت ضاغط على اي واحده من دول وهيفتح معانا بالمنظر ده ولكن احنا عايز عايزين نعمل لينا غرفه خاصه او برايفت روم تبقى خاصه لينا بس وعشان نقدر نعمل كده هنضغط فوق على بيكا كليك يمين وبعدين اضغط على مسج وحاليا دلوقتي اي عمليه هنعملها هتبقى برايفت تماما ومفيش حد يقدر يشوفها غيري انا وعلشان نقدر نحول الصوره بتاعتنا الى فيديو هنضغط هنا في خانه المسج وبعدين هنضغط على سلاش من الكيبورد وبعدين نكتب حرف الاي وزي ما انت شايف هتلاقي ظهر قدامك كلمه انيميت هنضغط عليها وبعدين هنضغط على ابلود ايمج عشان نرفع الصوره بتاعتنا أو الصوره اللي احنا عايزين نحولها الى فيديو وانا مثلا هختار الصوره دي وبما ان احنا دلوقتي رفعنا الصوره فمحتاجين نكتب الوصف او البرومت اللي احنا عايزينه يتطبق على الصوره ويحولها الى فيديو وعشان نقدر نكتب برومت او وصف هنضغط هنا على بلس 1 مور وبعدين اضغط فوق هنا على برومت ودلوقتي هنبدا نكتب الوصف اللي احنا عايزينه يتطبق على الصوره ولو انت مش عارف المفروض تكتب ايه في البرومبت عندنا حلين الاول وهو انك انت ممكن بكل بساطه تفتح الشات جي تي وتاخد الوصف بتاع المشهد او الصوره دي كوبي وترجع تاني على موقع وتعمل في هنا اما الحل الثاني وهو اصلا انك انت ممكن ما تكتبش حاجه والموضوع هيشتغل معاك عادي خالص وده بسبب ان الذكاء الاصطناعي بيقدر انه يتعرف على محتويات الصوره وبيحركها بناء على محتويات الموجوده في الصوره طب يفرض لو انت عندك وصف للفيديو في دماغك ولكن انت مش عارف توصفه بسبب انك انت مش افضل حاجه في اللغه الانجليزيه في الحاله دي هنستخدم جوجل ترانسليت ونكتب هنا الكلام اللي احنا عايزينه بالعربي وطبعا كل ما تكتب تفاصيل اكتر كل ما يكون احسن وبعدين هيترجم مباشره معاك ونضغط هنا علشان نعمل كوبي للنص اللي بالانجليزي وبعدين هنرجع تاني ونعمل بيست في البرومبت هنا وبعدين هنضغط على انتر عشان يبدا يعمل عمليه صناعه الفيديو وبعدين هتلاقي ان المسج بتاعتنا نزلت تحت وبقت باللون الاصفر بالمنظر ده وبعدين هنضغط هنا على زرار الاعاده خمس مرات على الاقل وده بسبب ان الفيديو مستحيل انه يطلع معاك من اول مره بشكل صحيح فاحنا هنكرر العمليه دي لحد فيديو ما يطلع معانا بشكل مظبوط وبعد ما خلصت عمليه صناعه الفيديو هنبدا نجرب فيديو فيديو لحد ما نوصل للفيديو اللي احنا عايزينه لو مثلا عجبني الفيديو ده هتضغط هنا على داونلود عشان تنزله عندك بالمنظر ده وطبعا الطريقه دي هتطبقها على جميع الصور او المشاهد اللي موجوده معاك وزي ما انت شايف هتلاقي ان الفيديو طلع معايا بشكل مظبوط وتقريبا زي ما انا كنت عايزه ولكن بما ان عايز اعمل فيديو سينمائي فانا محتاج ان انا اقدر العب في اتجاهات الكاميرا وهو ان انا اقدر اقرب او ابعد او اتحرك يمين او اتحرك شمال بالكاميرا وعلشان اقدر اعمل كده في اربع اختصارات اقدر ان اكتبها فتنفذ الاوامر دي على موقع بيكالابس الامر الاول وهو شرطه كاميرا زوم ان والامر ده زي ما هو مكتوب بيعمل زوم ان بالكاميرا بمعنى ان هو بيقرب الكاميرا لقدام بالمنظر ده اما الامر الثاني وهو شرطه كاميرا زوم اوت والامر ده هو عكس الامر الكاميرا زوم ان بمعنى انه بدل ما يقرب الكاميرا قدام بيبعد الكاميرا لورا اما الامر الثالث وهو شرطه كاميرا بان رايت والامر ده بيحرك الكاميرا من اتجاه الشمال الى اليمين اما الامر الرابع وهو شرطه كاميرا بان لف والامر ده عكس الامر كاميرا بان رايت بمعنى انه بيحرك الكاميرا من اليمين الى الشمال بس مهم جدا وانت بتكتب الاوامر دي لازم الشرطه وكلمة الكاميرا يبقوا لازقين في بعض ولازم ما يكونش ما بينهم مسافه علشان يتنفذ الامر ودي كانت بعض الاوامر اللي انت تقدر تستخدمها عندك في البرومت والاوامر دي لو انت استخدمتها بشكل صحيح هتنقل فيديوهاتك لحته ثانيه خالص ودلوقتي هنيجي للجزئيه اللي اغلب الناس كانوا مستنيينها لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا ان كل فيديو من الفيديوهات دي وقتها بيبقى 3 ثواني بس وده الوقت اللي بيسمح له سيرفر بيكالابس وما ينفعش نكترهم على ال ثواني دول وطبعا زي ما انتم عارفين ان اي فيديو موجود عباره عن صور كتيره مترصصه جنب بعض والصور دي تسمى فريمات فالفريمات دي هي اللي بتكون شكل الفيديو اللي انت بتشوفه قدامك دلوقتي فاحنا دلوقتي هنستخدم طريقه ذكيه شويه عشان نقدر نكبر وقت الفيديو عن الثلاث ثواني دول وهو ان احنا بكل بساطه هناخد اخر صوره موجوده في الفيديو او بمعنى اصح هناخد اخر فريم موجود في الفيديو عن طريق موقع اسمه فاينل فريم هنفتح الموقع وهنضغط على اد فيديو ونختار الفيديو اللي انا عايز اكتر وقته عن الثلاث ثواني دول وانا مثلا هختار الفيديو ده وبعدين هيعمل معايا بروسيسنج فيديو وهنستنى ثواني وبعد اقل من ثانيه تقريبا أخليه اخر فريم موجود في الفيديو اللي هي الصوره دي وبعدين هنضغط هنا على الصوره وبعدين اضغط على داونلود زي فريم علشان تتحمل معانا الصوره وهنرجع دلوقتي بكل بساطه على موقع بيكا لابس تاني وهنطبق دلوقتي نفس الكلام اللي احنا كنا لسه بنعمله من شويه على موقع بيكا لابس بشكل عادي جدا وهنكتب برده سلاش وبعدين نكتب حرف الاي وبعدين نضغط على انيميت وهنيجي دلوقتي نرفع الصوره اللي احنا لسه عاملينها من شويه على الموقع فاينل فريم اللي هي اخر فريم موجود في الفيديو وعايزك بقى تركز معايا في الحته اللي جايه دي هنضغط على بلس 1 مور وبعدين اضغط على برومت وعشان اخلي الفيديو بتاعي الجديد اللي احنا بنعمله دلوقتي تكمله الفيديو الاصلي هناخد كوبي لنفس البرومت اللي انا عملته في الفيديو الاصلي بالمنظر ده وبعدين اعمل بيست في البرومت هنا وبعدين اضغط على انتر وما تنساش انك تضغط على الزرار الاعاده خمس مرات على الاقل وطبيعي جدا بما ان انا خدت اخر فريم في الفيديو وحطيت البرومت بتاع الفيديو الاصلي هيبدا موقع بيكا لابس يكمل لي على شكل الفريم اللي انا حطيته وده طبعا هينتج عنه تكمله الفيديو الاصلي وبعد ما اخلص عمليه صناعه الفيديو هفضل اجرب فيديو فيديو وهاخد افضل فيديو موجود فيهم ويكون خالي تماما من اي خطا انا مثلا عجبني الفيديو ده ولو فتحنا اي برنامج مونتاج وحطينا الفيديوهين دول جنب بعض هينتج عنهم فيديو عباره عن ست ثواني ومش هتلاحظ خالص ان في ما بينهم اي فاصل او قطع والطريقه دي تقدر تستخدمها على اي فيديو انت عايز تزود عدد الثواني بتاعته بس نصيحه مني من افضل حاول انك ما تزودش الفيديو بتاعك عن 15 ثانيه لانك انت بعدين ممكن تواجه بعض المشاكل والنتيجه مش هتبقى افضل حاجه واتمنى ان انا اكون رديت على اسئلتكم في الجزئيه دي ويلا بينا على المرحله اللي بعديها واللي إيه هي المرحله الرابعه زي ما انت شايف عملنا كل فيديوهاتنا بشكل ممتاز جدا الحمد لله ولكن في مشكلتين صغيرين شويه، اول مشكله لو انت لاحظت هتلاقي ان كل الفيديوهات بتاعتنا فيها علامه مائيه او ووتر مارك وطبعا ده مش هيكون شيء لطيف لما يكون فيديوهاتك فيها علامه مائيه، تاني مشكله وهي لو انت دققت في اي فيديو او في كل الفيديوهات هتلاقي ان الفيديو الجوده بتاعته قلت كتير جدا بشكل ملحوظ عن الصوره الاصليه وده من عيوب السيرفر بتاع بيكا لابس، يلا بينا نحل اول مشكله وهي ازاله العلامه المائيه. عشان نقدر نعمل ازاله العلامه المائيه او الووتر مارك عندنا موقعين يقدروا انهم يقوموا بالعمليه دي ولكن كل موقع فيه مميزات وعيوب وهنتعرف عليهم في خلال الفيديو اول موقع اسمه بيكات والموقع ده انا كنت شرحته في الفيديو اللي فات ولكن انا مش هشرحه تاني عشان الفيديو متولش مننا قوي وتاني موقع اسمه اني اريسر وده موقع جديد انا ما شرحتوش قبل كده وده اللي هنشرحه في الحلقه دي وخلينا دلوقتي نشرح تاني موقع علشان انا ما شرحتوش قبل كده واول ما نفتح الموقع بالمنظر ده قبل ما نضغط على ابلود هير عشان نرفع الفيديو هنضغط اول حاجه على لوج ان عشان نعمل اكونت او حساب على الموقع واول ما تفتح معانا الشاشه الصغيره دي هنضغط على كرييت اكونت من هنا وبعدين هيقول لك ادخل الايميل بتاعك والباسورد ولكن ما تدخلش اي حاجه عشان نستدي موقع تم ميل هنفتح موقع تيم ميل وبعدين نضغط هنا على كوبي علشان نعمل نسخ للايميل ده واوعى تقفل الشاشه دي علشان نستخدمها كمان شويه وهنرجع تاني للشاشه الصغيره ولكن انت ممكن تلاقيها اختفت ما تخافش هتلاقيها موجوده تحت هنا هنعمل هنا بيست في خانه الايميل وبعدين هنكتب تحت اي باسورد احنا عايزينه وزي ما انت شايف هيقول لك ان احنا بعتنا لك الفيريفيكيشن كود او كود التفعيل على الايميل بتاعك وبعدين نفتح صفحه ميل تاني اللي انا في الهش عشان هناخد من عليها الكود التفعيل وزي ما انت شايف هتلاقي جاتلك لك رساله تحت الكود التفعيل هتضغط هنا وبعدين هتلاقي ان كود التفعيل موجود قدامك هتاخده كوبي بالمنظر ده وبعدين هتفتح الشاشه الصغيره تاني وبعدين هتقف على الخانه دي وبعدين اضغط على بيست عشان يعمل لصق للكود التفعيل وبعدين اضغط هنا على فيريفاي كودز ودلوقتي تقدر ترفع اي فيديو انت عايز تعمل له ازاله للعلامه المائيه هنضغط هنا وهنختار اي فيديو بيحتوي على علامه مائيه انا مثلا هختار الفيديو ده وهيبدا ده دلوقتي يعمل لي بروسيسنج ومش هياخد معاه وقت وبعد ما اخلص تحميل زي ما انت شايف هتلاقي ان المؤشر او الماوس اتحول لبرش او فرشه زي بالظبط بتاعه موقع فوتوبيا اللي احنا كنا لسه شغالين عليه من شويه والمهم كل اللي علينا ان احنا هنحدد بالبرش دي على العلامه المائيه بالمنظر ده وحاول انك ما تطلعش بره المنطقه اللي فيها العلامه المائيه ولو انت بالغلط حددت بالبرش بره العلامه المائيه اضغط هنا على دي سيلكت وابدا امسح المنطقه اللي انت حددتها بالغلط ولو عايز ترجع تاني الرش بتاعتنا هتضغط هنا على سيلكت وبعد ما تخلص هتضغط هنا على ريموف اوبجكت ناو عشان تبدا عمليه ازاله الووتر مارك وبعدين هتستنى شويه ومش عايزك تخاف الموقع ده ساعات ممكن يتاخر في المعالجه واللي ممكن توصل معاك كمان لخمس دقائق او اكتر في بعض الحالات وده بسبب ان الفيديو بتاعك بيحتوي على تفاصيل كتيره وهي اللي بتاخر في عمليه المعالجه وبعد ما خلص عمليه المعالجه هتضغط هنا عشان تجرب الفيديو وده هو شكل الفيديو بعد ما ازال العلامه المائيه من الفيديو وزي ما انت شايف حرفيا شالها من الفيديو بطريقه احترافيه كأنه اصلا ما كانش فيه علامه مائيه من الاساس واضغط هنا علشان تعمل داونلود للفيديو مشكله بقى في الموقع ده انه بيسمح ليك انك تستخدم الطريقه دي مره واحده بس وبعدين بيطلب منك انك تعمل اشتراك عندهم في الموقع فتضطر بقى انك تعمل ساين اوت للموقع ده وبعدين تفتح تيم بميل وتعمل ديليت عشان يعمل لك ايميل جديد وتبدا تنفذ العمليه اللي احنا عملناها من شويه واللي طبعا الموضوع ده ممكن يبقى رخم لبعض الناس فانت في الحاله دي لو ان الموضوع ده رخم تقدر تستخدم الموقع اللي انا شرحته في الفيديو اللي فات لانه اسهل من الموقع ده بكتير ولكن للاسف مش هتاخد منه نفس الكواليتي او الجوده اللي انت بتاخدها من الموقع ده من ناحيه ازاله العلامه المائيه بشكل احترافي وزي ما انت شايف هتلاقي قدامك دلوقتي في مقارنتين ما بين الموقعين في ازاله العلامه المائيه وانت اللي ليك الاختيار انك تختار اي موقع مناسب ليك ويلا بينا على المشكله اللي بعديها وهي رفع جوده الفيديو والمشكلة دي حلها سهل جدا إن شاء الله ندخل على موقع كابكت وبعدين اضغط على Magic Tools من هنا وبعدين اختار الأداة دي اللي اسمها فيديو اب سكيلر بعدين اضغط على ابلود عشان نرفع الفيديو اللي احنا عايزين نعلي الجوده بتاعته انا مثلا هختار الفيديو ده بعدين اضغط على اب سكيل علشان يبدا يعمل عمليه المعالجه وبعد ما عمليه معالجه الفيديو تضغط هنا علشان تشوف الفيديو قبل وبعد العملية رفع الجوده وده فيديو قبل المعالجه وبعد المعالجه واللي حرفيا هتلاقي فيه فرق رهيب ما بينهم لو عايز تنزل الفيديو هتضغط فوق هنا على اكسبورت وبعدين اضغط هنا على داونلود والفيديو يتحمل معاك على طول وطبعا العمليه دي هتطبقها على جميع فيديوهاتك والله بينا على المرحله الخامسه والاخيره واخيرا دلوقتي جينا على اهم مرحله حرفيا واللي هي مرحله المونتاج والمرحله دي هي اللي بتبين انك انت قد ايه اشتغلت على الفيديو بتاعك احنا عندنا كذا برنامج نقدر نعمل عليه مونتاج عندنا كاب كات بريمير فيلمورا كامتازيا ستوديو ديفينشي ريزولف المهم انك انت هتستخدم البرنامج المونتاج اللي انت بتقدر انك تتعامل معاه ومش شرط خالص انك تستخدم نفس البرنامج اللي انا هستخدمه انا مثلا هستخدم برنامج الكاب كات هنفتح برنامج كاب كات وهنضغط بعدين على نيو بروجكت وبعد ما البرنامج فتح معاك بالمنظر ده هنضغط من هنا على امبورت ونبدا نختار الفيديوهات اللي احنا عايزين نشتغل عليها وبعد ما اخترنا الفيديوهات هنبدا ننزل تحت الفيديوهات في التايم لاين على حسب ترتيب احداث الفيلم بتاعك وبعد ما رتبنا الفيديوهات على حسب احداث الفيلم اللي انا عايزها هنبدا دلوقتي نضيف ساوند افكت او مؤثرات صوتيه على الفيلم عشان تقدر تحمل ساوند افكت تبقى بدون حقوق ملكيه اللي هي نو او مجانا تماما عندنا موقعين نقدر نستخدمهم اول موقع وهو موقع ميكس كيت الموقع ده كنت شرحه في الفيديو اللي فات وتاني موقع اسمه free ساوند وده اللي انا هشرحه في الفيديو ده هنفتح موقع free ساوند وبعدين هنطلع فوق ونكتب في السيرش اسم الساوند افكت اللي احنا عايزينه وبما ان انا عامل فيلم سينمائي عن مخلوقات فضائيه فاحتاج ساوند افكت او مؤسسات صوتيه عن الفضائيين فهكتب الين في السيرش وبعدين اضغط على انتر وزي ما انت شايف هتلاقي ان في كميه كبيره جدا من الساوند افكت تقدر تختار منهم اللي انت عايزه ولو عايز تجرب اي ساوند افكت هتضغط هنا لو عجبك اي ساوند افكت هتضغط على اسم الساوند افكت اللي انت عايزه وبعدين الموقع هيطلب منك انك تعمل لوج ان الاول عشان تعرف تحمل الساوند افكت واضغط هنا على لوج ان تو داونلود وبعدين اضغط على ريجستر واكتب جميع البيانات اللي هو طالبها منك ولكن انا مش هعمل الخطوة دي لان انا عندي اكونت عليه اصلا وبعد ما تعمل عليه اكونت هتقدر دلوقتي تعمل داونلود بشكل عادي جدا من هنا وزي ما انت شايف هتلاقي ان الموقع عليه كمية ساوند افكت كبيرة جدا وتقدر تحمل منه كل الساوند افكت اللي انت عايزها وبعد ما حملنا جميع الساوند افكت اللي احنا عايزينها هنفتح برنامج كاب كات تاني ونعمل امبورت للساوند افكت اللي احنا لسه منزلينها من شويه وهتبدا دلوقتي ترتبها على حسب المشاهد بتاعتك، فلو انت متلبط ومش عارف تحط فين الساوند افكت في المكان الصح في المشهد هنفتح الشات جي بي تي وهنستخدم الجزئيه اللي انا قلت لك هنحتاجها قدام، وزي ما انت شايف هتلاقي ان الشات جي بي تي بيشرح لك وبيقول لك في كل مشهد تحط انهي ساوند افكت بالظبط، وكاتب لك كمان اسماء الساوند افكت اللي انت هتحتاجها في كل مشهد بالمنظر ده، فانت دلوقتي هتبقى عارف المكان الصح لكل ساوند افكت في كل مشهد، وبعد حبه تعديل مني في المونتاج صراحة كتير جدا وصلت للفيديو اللي انا هعرضه دلوقتي ولكن لحظة ما تنساش انك تضغط على اكسبورت عشان تحمل الفيديو وبعدين اعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي وبعدين اضغط على اكسبورت تاني عشان يبدأ يترندر الفيديو معاك ويلا بينا للمرة التانية نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي here on Ink Channel to bring you an exhilarating report on the sighting of UFOs in the Earth's sky. It's a momentous and mysterious occasion in history. Witness these exclusive shots captured from around the world where we can see these strange objects soaring through our skies. عايز اقول لك ان النتيجه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي في الفيديو ده ما معايا من اول مره بل كانت نتيجه عمليات كتيره جدا انا عملتها لحد ما وصلت للنتيجه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي فمش عايزك تزعل او تياس لو النتيجه ما جاتش معاك من اول مره بشكل مظبوط وعايز اقول لك ان ده شيء طبيعي جدا ان النتيجه ما تجيش معاك من اول مره وانت قدامك الفيديو ده تقدر تتفرج عليه كذا مره لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها وفي جزئيه انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده اللي هي بتاعه المذيع اللي كان بيتكلم اللي هو ده عشان الموضوع كان هيطول مننا قوي فانتم لو عايزين تعرفوا انا ازاي عملت الطريقه دي قولوا تحت في الكومنت انكم عايزين تعرفوا الطريقه دي عشان يكون موضوع حلقتنا المره الجايه ان شاء الله وعموما انا مش عامله عن طريق موقع دي اي دي او اي موقع تاني من اللي انت بتشوفه لو انت فاكر كده يعني انما انا عملته عن طريق حاجه تانية خالص والصراحه الطريقه بتاعتها كانت ذكيه جدا وهتعجبكم جدا ان شاء الله ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات لو تتقنن طبعا عشان يوصلك الفيديو الجديد اول ما ينزل ان شاء الله وسلام بقى لو انت عرفت تعمل مشاركه للفيديو يبقى شكرا جدا ليك وما اي دعوة من قلبك لاخواتنا في فلسطين لانهم في شد حاجة الى الدعوة دي واسأل الله ان يرحم شهدائهم وان ينتقم من عدوهم فلسطين حرة كان معاكم سونيك السلام عليكم